بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كما تقدم السي هشام وكما قال لكم، أنا وكيل لائحة ديال حزب الأسرى والمعاصرة الدائرة ديال مجاهن كاد. الحمد لله اللي بفضلكم زعما مدينة ساكنة ديال عين صفا اللي حضرتوا معنا كل شيء، اللي كان الفضل ديال السي الحاج عبد النبيوي عليكم. باش عين صفا ما بقاتش مهمشه كما كانت. فعين صفا كنا وين كنجيو لها هنايا كنشوفو ما كانش طرقان، كلشي كانت البيستات، الحمد لله دركي كلشي كودروني، عندكم الماء عندكم الضوء وكلشي بالفضل ديال الحاج عبد النبيوي. فنقول لكم اللي مازال باقي الامور بزاف ما يتصلح، مازال باقي مشاكل كثيره. ان شاء الله هذا هو الرهان اللي عندنا، الرهان باش تكون عندنا الحكومه. فباش تكون عندنا الحكومه كنراهنوا على ثلاثه المقاعد دائره ديالنا ان شاء الله، وهذا الرهان ما يكون الا بكم نتوما وتصوتوا معنا نتوما. فباش بلا ما نطول عليكم نفوت كلمه السي الحاج عبد النبيوي. اول مره اخويا بسم الله الرحمن الرحيم، لو كنت سمعت المسؤوليه راه